وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الإخوة الآباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله الإخوة المتحدثين من قبلي خير الجزاء، وأنا أقف بحول الله وقوته مع شبهة ينشرها دعاة الشرك، وهو حديث الأعمى كما هو معروف عند العلماء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني، وفي رواية: أدعو الله أن يرد علي بصري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. قال: أدعو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: اذهب وتوضأ وأحسن وضوءك، ثم صلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه فتقضى، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال الراوي: فأبصر، أي الأعمى رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن هذا الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التوسل المشروع، التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما توسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدعاء العباس. والحديث في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قال: فيسقون. قال الراوي: فيسقون. عمر رضي الله تعالى عنه توسل بدعاء العباس رضي الله تعالى عنه، وكلمة الدعاء ما موجودة في الحديث، لكن لها أدلة أخرى، منها ما رواه ابن حجر رحمه الله عن الزبير بن بكار في كتابه الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة لما استسقى به عمر، فقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك، فهذه أكفنا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فأسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. فعمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس، والعباس رضي الله عنه يعني يعرف أن عمر يقصد الدعاء، لذلك قام العباس ودعا. ولو كان التوسل بالجاه يجوز لما عدل عمر عن جاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه حيا وميتا، وتوسل عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس رضي الله تعالى عنه هو من جنس توسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، كما أيضا جاء في البخاري من حديث أنس أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الجمعة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن ينزل عليهم الغيث. وأحاديث كثيرة، ومنها حديث الأعمى، الأعمى أيضا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث خمس أدلة تدل على أن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، أن الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، جل في محله، وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. فلو كان الأعمى توسل بالجاه أو بالمكانة أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، لما كانت هنالك ثمة حاجة إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقعد في محله وفي بيته
يقول بجاه النبي كويس تشفيني، أو كان قال يا محمد تشفيني، ما قال كده. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، ده الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الدعاء وبين الصبر، قال إن شئت صبرت فهو خير لك. أيضا كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى الله عبده في حبيبتيه فصبر فله الجنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين الدعاء، ده الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الأعمى اختار الدعاء، قال أدعو يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام وعده بالدعاء، فهل يخلف النبي صلى الله عليه وسلم الميعاد؟ ده الدليل الثالث. الدليل الرابع أن الأعمى في الدعاء الذي يعني علمه له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فشفعه فيه، والشفاعة في اللغة بمعنى الدعاء، أي اللهم اقبل دعاه فيه، ده الرابع. الخامس وشفعني فيه، أي اقبل دعائي بأن تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فيه. خمسة أدلة تدل على أن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس بر الحديث، العلماء وضعوا هذا الحديث في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه المستجاب مثل البيهقي وغيره، ده الدليل السادس. وبعد دعاء الشرك لافين ما عارف اللي زيرك والخنجر وغيرهم يقول لك الأعمى دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شبهة يقول لك الأعمى قال يا محمد، ده كده دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كويس، وإنما يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما مر. أما يا محمد ده استحضار للنبي صلى الله عليه وسلم، استحضار زي في التشهد بتقول السلام عليك أيها النبي، أيها در الحاضر، هل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر؟ ما حاضر، وإنما هذا استحضار للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد. فالأعمى لم يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، لأن الأعمى صحابي رضي الله تعالى عنه، ويعرف أن دعاء غير الله شرك ولو كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فربنا سمى شرك ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وربنا سبحانه وتعالى سماه كفر، قال الله عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ربنا قال وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ربنا سماهم كافرين، وربنا سبحانه وتعالى سماه ضلال، ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكيف للأعمى رضي الله تعالى عنه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله وأن يتوسل بجاهه وهو صحابي جليل، صحابي رضي الله تعالى عنه. فالذي يستدل بحديث الأعمى على الشرك بالله فهو الأعمى، أعمى البصيرة وأعمى القلب. والله المستعان عليه تكلان، وقدم محدث بعد.